قال المؤلف رحمه الله بفعول فاعل نحو كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. من جموع الكثرة فعول ويجمع عليه فاعل نحو كبد وكبود ونمر ونمور. وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا من غير الغالب نمر ونمر. وقال بعضهم نمر هي نمور لا فرق، لكنه قصرها، بدل يقول نمور قصرها، ويقع هذا في العربية نمر. وكذلك منه أنمار. ثم السافرة قال رحمه الله كذاك يا الطريق في فعل اسم مطلق فعل اسم نحو فعل اسم مطلق نحو كعب وكعوب مطلق الفعل يعني مفتوح الفاء او مضمومه او مكسوره مفتوح الفاء ككعب وكعوب وفعل كضرس ودروس وفعل كجند وجنود كما قوله كذاك يطلع فعل اسم مطلق الفعل خرج بالاسم الصفه لا يجمع عليه حلو ولا صعب ولا جلف لان صفه له الفعال فعلا حصل كذاك يطلع فعل اسم مطلق الفعل قال وفعل وفعل كذلك يطلع في فعل نحو أسد وأسود وذكر وذكور. ثم قال له وللفعال له يعني لفعل وللفعال فعلان نحو فتن وفتيان وللفعال كحوار وحيران وغراب وغربان وغلام وغلمان أما قوله وفعل أي فعل أجعلها من جهتين أجعلها مع فعول وجعلها مع فعلان هذا أحسن ما فسر في كلام ابن مالك. وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت فعل معتل العين مرحبا 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 حيك صحة السلام الله يسعدك حياك الله يجزاك الله يجزيك خير الله يسعدك حياك الله الله يحفظك الله يسعدك الله يحفظك الله يطيبها الله يبارك الله يسعدك الله يسعدك الله يجزيك خير الله يسعدك وشاع في حوت فعل وفعل فعل معتل العين معتل العين وفعل معتل العين كذلك نحو حوت وحيتان ونون ونينان وغول وغيلان وفعل كغار وغيران ونار أعوذ بالله منها ونيران وقاع وقيعان وتاج وتيجان أكمل صلى الله عليه وسلم ما قوله ما قوله وشاع في حوت وقاع معما ضهاهما وقل في غيرهما سمع صوار وصيران صوار وصيران وغزال وغزلان هذا قليل وليم وليم ذكر نعم وليم وظلمان هذا قليل وفعل اسما وفعيلا وفعل وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلا انشمل فعل فعلان من جموع الكثرة يجمع عليه فعل فعلان من جموع الكثرة فعلان يجمع عليه فعل كظهر وظهران وفعل اسما وخرج الوصف لا تقول في صعب لا يجمع هذا الجمع وفعل اسما وفعيل كقضيب وقضبان ورغيف وغفان وفعل اسما وفعيلا وفعل كذكر وذكران مش روح غير معل العين فإن كان معل العين لا يجمع هذا الجمع نعم.
كضيف. ولكريم وبخيل فعلا فعلان شمل. نعم نعم فعلان شمل فعلان شمل فعلان شملت هذه. نعم فعلان. نعم نعم. ولكريم وبخيل فعلى كريم يجمع على فعلى كريم وكرماء وبخيل وبخلاء ويطرد في كل وصف لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل لله سواء كان بمعنى فاعل ككريم وكرماء أو مفعل كخليط وخلطاء من المخالط أبوي مفعل أو مفاعل أو مفاعل مفاعل الله أعلم مفاعل كريم وكرماء وخليط وخلطاء ومفعل مفعل كمخالط يطرد في كل وصف لمذكر عاقل ليس مضاعفا ولا معتلا. اي وصف بهذا اي وصف مثل كريم وكرماء وصالح وصلحاء وعاقل وعقلاء خرج الوصف الاسم الاسم لا يعجب على الجمع وخرج بالعاقل نحو مكان فسيح وكذلك خرج وصف الأنثى لا يجمع هذا الجمع وخرج المضاعف كلبيب لا يجمع هذا الجمع وذليل لا يجمع هذا الجمع وكذلك خرج المضاعف كولي وغبي وذكي لا يجمع هذا الجمع وهو قوله ونابى عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل ونابى عنه أفعلاء في المعل لاما تقول ولي وأولياء وغبي وأغبياء وغني وغنياء والمضاعف تقول ذليل وذلاء ولبيب ولباء كما قولي وغير ذاك قل سمع هين وأهوناء هين وهي ونصيب وأنصباء قليلا فواعل لفوعل وفعل وفاعل مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعل شذ في الفارس مع مماثل قال فواعل يجمع لهذا الجمع فوعل كجوهر وجواهر وفاعل كخاتم وخواتم لفوعل وفاعل وفاعلاء كقاصعاء وقواصع ونافقاء ونوافق وفاعل نحو كاهل كاهل وكواهل وجابر وجوابر اقرأ وحائض وصف لأنثى حائض وحوائض وطالق وطوالق اقرأ وصاهل وصف لغير عاقل صاهل وصواهل نعم اقرأ وفاعلة للأنثى كصاحبة وصواحب قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا صواحب يوسف وفاعلة وشذ في الفارس وصف لعاقل يقل ويجمع نحو فارس وفوارس وهالك وهوالك وناكس ونواكس وترك رحمه الله تعالى فوعلة كزوبعة وزوابع وصومعة وصوامع فما أقول فواعل لفعل وفعل وفعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وشذ في الفارس مع مثلا جمعوها قالوا فواعل يطرد يطرد في غير وصف غير وصف لعاقل مما ثانيه ألف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسي هذا يجمعها جميعا فاعل لغير فواعل لغير فاعل المقصود به وصف لمذكر عاقل لا يطرد فيه مما ثانيه ألف زائدة كجابر أو واو مثل جوهر غير ملحقة بخماسي هو إذا كانت ملحقة بخماسي لازمها جمع نحو خورنق ثانيه واو ملحقة بسفرجل لا يجمعها جمع تقول في خورنق خرانق هذا يجمعها جميعا وبفعائل اجمعا فعالة رائع بن مالك وبفعائل اجمعا فعالة هذا البيت جاء به بعشرة أشياء
وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه، فعاله وشبهه، فعاله تجمع خمس اشياء، فعاله ذلذ فاءها ذلذ عينها، تقول فعاله كسحابه وسحائب، وفعوله كركوبه وركائب، وفعيله كصحيفه وصحائف، وفعاله كذؤابه وذوائب، وفعاله كعمامه وعمائم، خمسه. ولتائن او مزاله، مزاله كشمال وشمائل، وشمال وشمال الريح، وشمائل او شمال الطبع والسجيه، وشمائل، وفعول كعجوز وعجائز، وعقاب عقاب انثى العقاب، وعقائب، وسعيد يا سميت امراه سعيد، وسعائد هما قولهم، وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه لتائن او مزال اقرا. وبالفعال والفعال جميعا. قال من جموع الكثره الفعال والفعال ويجتمعان ويفترقان. يطرد الفعال فيما كان على وزن فعلوه كعرقوه وعراق، وفعلاه كموماه صحراء وموامن، وفعليه كهبريه وهبار، وفعالية وما حذف أول زائده كحبنطة وحباط وعفرنا وعفال. حبنطة فيها زائدان النون والألف، إذا حذفت أولاهما تقول حباط، وإذا حذفت آخرهما تقول حبانط. وكذلك يطرد في فعلاء اسما كصحراء وصحار، وفعلاء وصفا لمؤنث لا مذكر له كعذراء وعذار، وما كان آخره ألف للإلحاق نحو علقى وعلاق، علقى أو للتأنيث كحبلى وحبال. هذا كله في فعال. الفعال يشاركه في فعلاء اسما كصحراء وصحارى، ووصفا لمؤنث لا مذكر له كعذراء وعذارى، وما كان آخره ألفا كعلقى وعلاقى وحبلى وحبالى. وينفرد الفعالى، ينفرد الفعالى في نحو فعلان كسكران وسكارى، وربما ضم أوله قالوا سكارى. وينفرد الفعالى في قديم وقدامى وأسير وأسارى، وينفرد الفعالى في أيم وأياما، ورئيس مصاب في رأسه، ورآسا ليس الرئيس السيد ورأس، والله أعلم. أنا أقول وبالفعال والفعال جمع صحراء والعذراء والقيس، اتبع أقرأ. وجعل فعالية لغير ذي نسب تبديدة كرسي. كرسي اسم ثلاثي ثانيه ساكن آخره ياء مشددة ليست للنسب، يجمع على الفعالي ككرسي وكراسي وقمري وقماري وكركي وكراكي ومهري ومهاري، بخلاف تركي الياء مجددة للنسب لا يجمع على الجر. وجعل فعالية لغير ذي نسب جددة كالكرسي تتبع العرب. نعم.